الواقع يفرض على 9 محافظات عراقية تعليق الدوام الرسمي والإبقاء على 3 وزارات هي التربية والصحة والخدمات، نظرا لوصول هذه المحافظات إلى نصف درجة الغليان مناخيا. البنية التحتية والإدارة هاي أهم إشي، هذا من يجيب لك البنية التحتية تقوم هاي البنية التحتية يصير كهرباء ويصير كل إشي عدل بهالبلد هذا. خطة للترشيد بدأتها المحافظات كحل أمثل للإبقاء على ديمومة التيار الكهربائي الذي شهد هذا العام تجهيزا متوازنا وانقطاعات أقل ودعوات تطلقها وزارة الكهرباء لعدم التجاوز على الحصص المقررة لحين انخفاض درجة الحرارة الأسبوع القادم بحسب دائرة الإرصاد الجوية. بكل تأكيد يعني هناك التجاوزات على التيار الكهربائي، المواطن ربما يقول شوف حقه يعني لأن انقطاع الكهرباء مستمر فهو يعني ينجبر إنه يأخذ من جهة أخرى، فهذا راح يتولد انفجار بالطاقة الكهربائية، وهذا راح إنه يعني يعطي مؤشر إنه تأثيره على الباقي القطاعات. المفروض يكون موجود عند كل مواطن عراقي الترشيد من أجل أن الكهرباء تستمر وحتى لا يكون ضغط على المنظومة الكهربائية العراقية. رغم الظروف الصعبة يسعى العراق إلى الدخول بمرحلة جديدة، تغيير اسم الوزارة إلى وزارة الكهرباء والطاقة البديلة معتمدا على الربط الكهرباء الخارجي، وهدفه توفير التيار بأسعار رخيصة وطاقات شبابية للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم. من بغداد شاكر عواد، العربية.